شهدت محافظة مطروح وفة شعبية تقدم المحافظ اللواء علاء أبو زيد لاستنكار العمل الإرهابي ضد القوات المسلحة في شمال سيناء. وأكد أبو زيد أن تلك الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصري سوى مزيد من الإصرار والعزيمة على الاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء على منابعه. وأكد شيوخ قبائل مطروح خلال هذه الوقفة دعمهم المستمر للقيادة السياسية في خطواتها من أجل حماية الوطن والحرب ضد الإرهاب. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن ينضم إلينا على الهواء مباشرة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. سيادة المحافظ، ماذا عن هذه الوقفة الشعبية التي تمت اليوم؟ مساء الخير يا فندم وعلى السادة المشاهدين. احنا النهاردة بالفعل مطروح نظمت وقفة اليوم شارك فيها جميع أطياف المجتمع المطروحي، عمد، مشايخ، حكماء، عواقل، وجهاء المحافظة، الشباب، المرأة، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، القيادات التنفيذية والشعبية. وكانت الوقفة دي من أمام مكتبة مطروح العامة منار العلم والنور، بننعي فيها شهداء القوات المسلحة البواسل، وننعي السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة في الطريق عبد التحسيسي، القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة سيد الفريق أول سيد صبحي وسيد الفريق محمود حجازي في شهداء الواجب، وكذا ننعي شهداء الشرطة وأسرهم جميعا. ومن مطروح أعلننا تأييدنا وتفويضنا المطلق لسيادة الرئيس في كل ما يتعلق من قرارات لمكافحة الإرهاب، وأن حراس البوابة الغربية لمصر أكدوا النهاردة أن هم مع سيادته يعلنون التحدي والصمود ضد كافة قوى الشر والظلام التي لم ولن تنال من الوطن ومن أمنه واستقراره. نعم سيادة اللواء، يعني أيضا مطروح والجبهة الشمالية أيضا من الجبهات التي لابد من التأكيد على أمنها واستقرارها. لا صحيح. وبالتالي بالتأكيد هناك أيضا إشارة ورسالة. طبعا واضح الـ 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 الإشارة والتجمع ده النهاردة احنا بعتينه أن غرب على الرغم من عدم التداعيات السلبية واستقرار الشقيقة ليبيا، إلا أن محافظة مطروح والشمال الغربي لمصر بعمده ومشايخه وأبناء وقواته المسلحة نأى بنفسه عن هذه المشاحنات وساحات التوتر، ويدعو إلى الاستقرار والأمن. نعم أيضا بالتأكيد أنه كان في يعني طرح من المشاركين في هذه الوقفة الشعبية، بالتأكيد كان في طرح لبعض القضايا التي لابد أن تصل إلى المسؤولين متضامنة مع ما يحدث. طبعا كل الأستاذ عمد والمشايخ يعني كان في طبعا كلمات متفاوتة، أكيد كل قناة كانت مغطيها النهاردة أو معظم القناة كانت مغطيها. كل السادة العمد ومشايخ والحكماء ولغاء كل كلامهم شد بالهذا، مؤازرة بشكل مطلق للقوات المسلحة والسادة الرئيس وإن هم داعمين لكل قرارات سيادته، وأكدوا إن هم في يوم 29/6 يوم ما كنا بنحتفل إحنا في محافظة مطروح باحتفالات 30/6 كان يوم زيادة الأسعار، وبيرسلوا رسالة إن إحنا كان في هذا اليوم اللي فيه زيادة إحنا كنا بنحتفل ومؤيدين لذلك القرار، وإن محافظة أبناء الصحراء الغربية خلف سيادة الرئيس وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الرشيدة. شكرا جزيلا سيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.